اكسبيرينس اللي بالفعل انها مقع مع وزاره الماليه مع وزاره التجاره مع الحكومه بصفه عامه. السلام عليكم. اليوم هذا اللقاء السادس الحمد لله اللي كنت في مدينه الوالديه، نظرا لان القطاعات زاد من 10 قطاعات تابعت حتى عمل القطاعات فيها. اليوم جينا باش نتمتعوا برؤساء القطاعات باش نعرفوا المشاكل اللي كيعانوا منها. حنا دورنا كان التوقيت ليهم، كنشتغلوا دائما مع المكتب الوطني. كانت عندنا يعني عدة مشاكل اللي حاولنا استطعنا باش نحلوها، مازال لنا يعني كان بعض القطاعات عندها بعض المشاكل، كنتمنى يعني بصراحة إيجاد حلول مع المؤسسات المعنية من أجل يعني طاولة الحوار باش نوضوا بهذه القطاعات كلها اقتصادية إن شاء الله في إطار النموذج التنموي الجديد. شكرا لك. في هذا الفندق ما شاء الله الفندق ديال حدا مروط عند الاخ منير بوقاح المكلف بقطاع ديال الفنادق، كانت عده صراحه عده المشاكل وكانت مداخلات من جميع يعني رؤساء القطاعات. كنتمنى ان شاء الله يعني تضافر الجهود ويعني من اجل يعني النهوض الاقتصادي الاقليمي ان شاء الله ودفع بعجلة اقتصادية في إطار النموذج التنموي الجديد لصاحب الجلالة نصر الله عليه. نشكركم على هذا القطاع اللي بالفعل أنه قطاع حيوي ومهم وفيه استثمارات أساسية، ولكن وبالتالي أنه كان قطاع اللي بالفعل أنه من جينا نشوفوه ما فينا سبب من تابع معرفناش، لقيناه حقيقة ساعات كبيرة. كثير العام تحت امر جميعا في البارحة حقيقة في المكتب الاقليمي الجديد اليوم في اطار اللقاءات التواصليه التي عقدها المكتب التنفيذي لاتحاد العام القرى جميعا مع المكاتب الاقليميه والجهويه، خصوصا في هذه الفتره اللي بالفعل يتم فيها مناقشه القضايا الماليه، وذلك بغيه تجميع مجموعه من الاوراق اللي هي تتهم المشاكل التي تعيشها القطاعات المهنيه على المستوى الاقاليم والجهات المملكه، وكذلك معرفة التوصيات التي تخرج بها كل قطاع قطاع. وهذه المسائل هذه اللي بالفعل حنا غادي نناقشوها مع المسؤولين الحكوميين على مستوى كل قطاع، وكذلك غتكون مناسبة لمناقشتها خلال الأيام الدراسية اللي تتعقدها واحد المجموعة ديال الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة قانون المالية. اليوم بالفعل أنه طرحت مشاكل هي عندها علاقة بالقانون المالي، ولكن طرحت مشاكل أخرى اللي بالفعل أنها خصها تفتح فيها نقاشات على المستوى الضريبي، على الفلاحه، قطاع التجاره والصناعه، قطاع النقل، وهذه مسائل اللي بالفعل انه غادي يبرمجها الاتحاد العام لكره المهن في اطار الشغال ديالو السنوي باش يعقد لقاءات على مستوى القطاعات الحكوميه باش بغيه ايجاد حلول لجميع المشاكل اللي طرحت.